موبيليس معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد حسب مصالح الأرصاد الجوية، فالأجواء ستبقى متقلبة، النشاط الرعدي سيكون مفوق بأمطار، هذا على الولايات الداخلية، احتمال أن ينتقل ليلا هذا على الولايات الساحلية، لكن أجواء ستبقى مغشاة جزئيا طيلة نهار الغد بحولنا. نفس الأجواء بمنطقة الثورة شمال الصحراء، منطقة الواحات بالصحراء الوسطى، عادة تشكل بعض السحب الرعدية فيما يخص منطقة الثورة. الأجواء مشمسة تماما فيما يخص مناطق الجنوب الشرقي للوطن، مرتفعات الهجار والتاسيلي أقصى الجنوب الجزائري مع زوابع رملية موسمية بأقصى الجنوب بمنطقة الواحات، احتمال أيضا أن تنتقل إلى مناطق الهضاب العليا الغربية. خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد درجات الحرارة الدنيا لتقارب 13 درجة بعنابس كيكدة وهران مستغانم البيض، 11 درجة بالعاصمة تيزي وزو، قسنطينة سطيف باتنا تلمسان، 17 درجة بغردية، 19 بالواد بسكرة ولاية بشار، 20 درجة بأدرار إنصلح، 23 درجة بإليزي، 15 بتمنى رست جانت لتقارب 23 درجة بأقصى الجنوب الجزائري. عن ظهيرة الغد إذن الحرارة القصوى ترتفع نوعا ما وخاصة على المرتفعات الداخلية، 29 درجة فيما يخص قسنطينة وسطيف، 28 درجة ببتنا، 27 بتيزي وزو، 23 درجة بالعاصمة بومرداس، 20 درجة بوهران مستغانم، 22 درجة بتليمسان، 25 درجة بالجلفة، 26 بتسيرت، 24 بالبيض، لن تتعدى 34 درجة بشمال الصحراء، 37 درجة بإليزي، 36 بأدرار إن صالح، 31 درجة بتندوف، 33 درجة بمرتفعات الهجار والتاسيلي لتقارب 40 درجة بأقصى الجنوب. أما للملاحة والصيد البحري نهار الغد فالبحر سيبقى دائما قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، سرعة الرياح لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة وخاصة على السواحل الوسطى والغربية، 30 كيلومتر في الساعة هذا على السواحل الشرقية. للإشارة فقط الرياح ستأتينا وفق تيارات شرقية شمالية شرقية. هذه أحوال الطقس هنا بالجزائر. خارج الوطن إلى أمريكا الشمالية إلى الأمطار ستكون في الموعد بموريال مع 15 درجة، نفس الأجواء بنيويورك مع 20 درجة، 22 درجة بواشنطن، الأجواء مغشى جزئيا بالنسبة لميامي مع 28 درجة، مشمسة تماما بدالاس مع 24 درجة، مكسيكو الأمطار رعدية مع 23 درجة، كاليفورنيا الأجواء مغشاة جزئيا مع درجة حرارة الحرارة القصوى قولا تتعدى 26 درجة، وفي الأخير فانكوفر درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 11 درجة مئوية. أما عن وقت شروق الشمس لخاصة الجزائر العاصمة وضوحها نهار الغد سيكون في حدود الساعة 6 بالتمام، والغروب على الساعة 7 مساء حدود 30 دقيقة. أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس ما عليكم إلى زيارة مواقع مصلحة الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة، صحة فطوركم وإلى